عسلامة، مرحبا بكم نسيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم رجعتكم فيديو جديد، فيديو قصير كما تشوفوا، باش نعملوا فيه حاجة بنينة برشا وخفيفة زادة. نورمال مون الناس الكل هكا توا في الصيف تلوج على حاجات سهلة وما تطلبش برشا وقت في الكوجينة، ذيك علاش جبت لكم اليوم الميني بيتزا. وكالعادة والعويد ما تنسيوش تشتركوا في القناة، للناس اللي ماهيش مشتركة ابونيفو باش يوصلكم جديد الكل، وباش كي نهبط فيديو تجيكم نوتيفيكاسيون. حطوا لي جيم على الفيديو اذا كان عجبكم بالطبيعة، ما نطولش عليكم، نبداو مع بعضنا في طريقة التحضير. بالنسبة للعجينة خذيت 250 غرام فارينة، خذيت شوية ملح وشوية سكر، السكر باش يعاون الخميرة تطلع فيسع. هنا خذيت نص بيك وخميرة خبز واللي هي 5 غرامات. هنا خذيت شوية خميرة مرتبات هي محسن للعجينة، وخذيت زوز مغارف زيت زيتونة. كان ما عندكمش زيت زيتونة تنجموا تاخذوا زيت نباتي. ولهنا خذيت حليب دافي باش نعجن بيه. حطيت المكونات متاعي الكل وباش نبدأ نلمفك العجينة بالحليب. في بالي بروحي نصور، يا اخي طلعت مانيش نصور، المهم ما فاتكم حتى شيء، جوست توا نلمف العجينة متاعي بالحليب. كملت عجنت العجينة متاعي بتقريبا 100 مليليتر حليب و 50 مليليتر ماء، يعني تاخذوا ما بين الماء والحليب 150 مليليتر. وانتوا بطبيعة عينكم ميزانكم هكاكا تبدو تعجنوا وتزيدوا بشوية بشوية، على خاطر كيما نقولكم ديما اللي كل فارينة وكيفية، فما فارينة تشرب وفما فارينة لا. توا باش نغطيها ونخليها ترتاح مدة هكاكا ساعة ساعة ربع حتى لين هكا يضاعف الحجم نتاعها وتخمر بالكدا، ومن بعد نحضروها مع بعضنا. بالنسبة للصوص خذيت كعبات طماطم كيما تشوفوا، نحيت لهم الماء نتاعهم الكل. خذيت زيت زيتونة مقدار 3 مغارف كبار زيت زيتونة، وخذيت لهنا اكليل شايح هذا اللي عندي في الدار، تنجموا تستعملوا اكليل اخضر، تنجموا تستعملوا اكليل مرحي، وإلا كيما هكا اكليل شايح، المهم كليل، خاطر الكليل هو اللي يفوح بالكدا الصوص. لهنا خذيت بالنسبه للتوابل خذيت شويه فلفل احمر، شويه كركم، شويه ملح، شويه تابلو كرويه، شويه فلفل اكحل، وثلاثه سنون ثوم. لهنا من كل حاجه خذيت شويه باش هكاكا الصوص نتاعنا تجي بنينه. لهنا حطيت كعبيت الطماطم نتاعي في الهشوار باش نرحيهم، واللي ماهوش باش يرحي ينجم يقصهم دي كوب ويطيبهم هكاكا كيف كيف، ما فما حتى مشكل. حطيت الطماطم نتاعي وتوا باش نزيد عليها الفاح، باش نزيد عليها كاس زيت زيتونه، وباش نزيد التوابل نتاعي الكل هذوما، وباش نزيد الكليل. تو باش نحطهم على الغاز، وهذه العجينه نتاعي بعد ما خمرت باش نكسر لها الخميره ونحي لها كالهواء في وسطها كالعاده والعوايد. اول حاجه باش ندر شويه فارينة باش هكاكا ما تلصقليش، شويه مش برشا، ونحلها بالقلقل. وهكا نكون كملت حليتها، ما نحلهاش جويده برشا وما نحلهاش زاده خشينه، باش ناخذ اي حاجه عندي في شكل دايره ونبدا نشكل، نقص الدوائر نتاعي الكل ونحطهم في الطبق. وهذوما الكعبات متاعي حاضرين، حطيتهم في الطبق. بالنسبة للطبق رشيتو بالفارينة، تنجمو ترشوه بالفارينة وإلا تدهنوه بالزبدة ولا تحطو بابي كويسون. أنا في البابي كويسون دونك حطيت الفارينة. هذه الصوص كيما تشوفوا فيها، هذيك القوام متاعها باش يكون هكاكا. بالنسبة للصوص راني زدت عليها نص كاس ماء، يعني 50 مليليتر ماء، حسيتها نشحت وهي تطيب حسيتها نشحت، دونك زدت عليها 50 مليليتر ماء. كهو من بعد ما نحط الصوص باش نزيد الموتزاريلا. حاجتين كهو يعني باش نحطو الصوص والموتزاريلا ولا جبن ولا اللي هو اللي عندكم يعني، ونحطوها تطيب في الفرن على 180 درجه
ومن بعد نخرجوها ونزينوها كيما نحبوا، هسيلو بالطن والزيتون والشني الحاجات اللي عنا وباش نحطوهم. هذا يا فيديو اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. فرجة ممتعة للجميع، اي على بروشين.